الله يخرب بيته. انت بنت مفيش دماغ غير جيمس بوند وارسين لوبين. عايزه ايه؟ عماله انادي عليكي من الصبح ما ترديش ليه؟ فتحي التلفزيون مفتاح مع بعض. لا يا شيخ هنشتغل على بعض، ما انت كل يوم بتفتحيه من غير مفتاح. ايدك على 25 قرش يا اختي. مش معقول ده ولا السيمه. مش عاجبك؟ روحي السيمه اذا كنت تقدر يا اختي. كده؟ طب وديني نكون عينه لابوكي على البنطلون اللي انت مفصلاه ده. يلا. ما تهوينا خلينا نعرف نشتغل بقى. عليا اجمل حلم في الدنيا. وشفتي ايه في الحلم ده؟ خطفني على حصانه الابيض ورحنا بعيد بعيد قوي، وبعدين لقيت نفسي معاه. يا عيني على الاحلام. ده لو ابوكي عرف. هي الاحلام كمان ممنوعه؟ الاحلام ممنوعه، والشباك اللي حضرتك فاتحاه ده كمان ممنوع. ممنوع ممنوع ممنوع. امال ايه بس اللي مش ممنوع؟ نفسي اشوف الدنيا، اشوف الناس، اشوف حاجه غير حصار السجن اللي احنا عايشين فيه ده. سعاد سعاد. ايه ده؟ انت دور التلفزيون ومعليه حسه كمان؟ ما تخافيش، بابا راح المحطه يقابل خالد. يا حبيبي يا خالي، يا ريت بابا يوافق المره دي ويخليه ياخدنا معاه مصر. احلامي يا اختي احلامي. رقصه شرقيه. ارقص يا اختي ارقص. اقصى عليك مالي. ايدك ربنا هتساعدك يا سميره. يا باي. والآن نقدم لكم نجمة الرقص البيتي سعاد شحلة. أهلا وسهلا بريحة الحبايب. وحشتوني، من زمان ما شفتش البنات. زيهم يوسف ديك. الحقيقة أنا جاي المرة دي ومعايا خبر هيفرحك. خير إن شاء الله. عندي عريس تاجر كبير عنده عمارة في العجوزة وثلاث اربع محلات في الغوريه وعربيه. ايه انت هتقول ايه يا راجل؟ انت عايزني اجوز بنت من بناتي في مصر؟ وماله؟ انت يظهر نسيت البلد وسلو البلد. بناتنا لازم يتجوزوا من العيله. وبره العيله؟ لا طبعا لا، البنات هيتجوزوا ولاد عمهم. خطبوهم؟ ما حدش من ولاد اخوي يخرج عن طاعي، دي وصية المرحوم. وإذا جه لي واحدة منهم عريس كويس مش من العيلة يجرى إيه؟ ما تحصلش. Thank you.
بقول ايه؟ قول. عندك مانع البنات يجوا يقعدوا عندي يومين كده في مصر افسحهم وافرجهم على الدنيا؟ كلام ايه اللي هتقوله ده؟ انا بناتي ما يخرجوش من البيت واصل. دول هيبقوا عندي، ده انا خالهم. بناتي ما تروحش مصر واصل. يا راجل مش كده، البنات محتاجين يغاروا هوا، يغاروا مطرح. هم اشتكوا لك؟ من غير ما يشتكوا. كبر مخك بقى، خليهم يشوفوا الدنيا. بقى انت اصلك ما بقيتش من البلد، مصر خسرت مخك. والله يا اخي انت اللي مخك حجل. هتخلي البنات يسافروا معايا كم يوم ولا لا؟ لا لا لا. حس كده بقى رجعني المحطة. مش معقول كده. هو انت تعرف المعقول؟ ورجع تاني قوام كده. ده راجل مخه ملوح نهايته. انا عندي خبر حيفرحكم قوي. الاسبوع الجاي حنقروا فتحتكم على اولاد عمكم. انتوا كبرتوا وبقيتوا عرايس. مالكم؟ لا ابدا، ده بس ايه رايكم؟ راي حضرتك طبعا. مبروك. مرسيا حاضر. يا ابني لمك روح عند الاولاد. حاضر. ولاد مين؟ فتحي وعادل ونبيه. ايوه يا باشمهندس. مبروك يا ولد. الله يبارك فيك يا باشمهندس. حد يا واد يسيب عروسته يوم الصباحيه وينزل يشتغل في الارض والطين؟ وانا اعمل ايه يا باشمهندس؟ ما هي بعيد عنك
طلعت شغفه شبه ابوها الخالق الناطق، يا دوب ناقصها شنب. الله يخيبك، انت يا ولا ما شفتهاش قبل ما تتجوزها؟ واه، ما انت عارف يا باشمهندس، واحنا حدانا بلد تنكشف على رجاله. يا عالم الناس طلعت القمر، وانت تتجوز واحده عمياني كده؟ طب اشرب بقى، تدوبها في عرق العافيه. قمر، انت ميكانيك الخرده بتهبب ايه؟ المكنه بقالها في ايدك جمعه زي القتيل. يلا يا حلوه ما تشمتيش فينا الاعادي. برافو عليك يا ولد، برافو عليك يا ولد، اهو ده اللي انت طالع فيه، عامل لي كومانده طول النهار ركب الحصان واسبك بتدير الزراعه. لو كنت جدع دور المكنه، ما تطلعش فيها بقى وتعمل مهندس بحق وحقيق. بذمتك مش نص عاشور هو اللي مصلحها؟ نبي يا فندم، نبي يا فندم، نبي يا فندم، نبي يا باش مهندس، يا باش مهندس، يا باش. ايه مسروق عليه يا ولد؟ مهندس عمكم عايز احنا الاثنين؟ لا انتوا الثلاثه، احنا والحصان؟ لا انتوا الاثنين ومعاكم نبي يا فندم. اه طيب، طب روح انت واحنا هنحصلك. نبي يا فندي، نبي يا فندي، نبي يا فندي. قمر يهمك. نبي يا فندي، نبي يا فندي، نبي يا فندي. دخل رئيس الانفار. ادخل. عدد انفار 14، ازاي تقول عليهم 15 يا لص يا مزور؟ فاكرني ايه؟ حمار؟ لا مؤاخذة، انت عارف اجرة نفر زيادة في اليوم تعمل فرق كام في السنة؟ كام؟ اقول لك 81 جنيه و25 قرش. ايه؟ غلط؟ طب ثانية واحدة، ثانية واحدة. متأسف، عندك حق. تفرق 91 جنيه و25 قرش. شفت الحمار عارف ازاي يا بني آدم؟ ما هم 14 بس شرقاوي فيهم، وبيزعل قوي لما نحسبه بنفر واحد. يزعل ولا يتفلق؟ أنا حناديله حال. غر، قال يزعل قال. ها، يزعل من إيه؟ هو عامل فردة ولا عامل فردة؟ عافية؟ أجيز على الآن. عويس، مين دول يا عويس؟ دول شرقاوي. دول؟ شوف يا شرقاوي يا ابني، الدولة الحكومة بتعتبرك نفر واحد، فانا مش ممكن اعتبرك نفرين ابدا. افرض انك مت، يبقى فين التاني؟ يلا يا نبيه، يا نبيه، نبيه. انت يا سنبيه يا جناب المدير المالي. ايه يا افندي ده؟ داخل المكتب بحصانك ومن غير استئذان؟ لازم احط لكم لمده حمراء. يا سلام، معلش يا جناب المدير، سيب اللي في ايدك وحصلني عند عمك احسن. عايزنا يا خبر اسمك ليه؟ ربنا يستر بسرعه. طب انا وراك على طول بالحمار سيدي. طيب اقفل المكتب، يا اقفل المكتب واطفي الكهرباء وبطل الاير كونديشن. شارلوك هولمز بتاعك ده كان بيعمل ايه في مصيبة زي دي؟ شارلوك هولمز، ياه، كان يشعل لفافة من التبغ وينفث دخانها في الهواء ويسير مفكرا في انحاء الغرفة وهو عاقدا ذراعيه خلف ظهره. سلام عليكم عمي، حضرتك طلبتنا؟ بقى ومالك
مهببك ده؟ مش كنت بصلح مكنة المية؟ هي لسه ما اتصلحتش. لا يا عم اتصلحت خلاص، ده عادل والأجر على الله. أمال سنبيها فندي فينها؟ جاي حالا. قدام على جوا. حاضر. اتفضل يا عمي. الله برا. انا عاوز اتكلم معاكم كلمتين. كلمتين سر؟ حاضر. لا مؤاخذه، اقعد شويه مع مرسي عبال ما اخلص الاجتماع وارجع لك. ها باي. اقول ايه، انتوا بقيتوا رجاله دلوك ولازم تكملوا نص دينكم. تمام يا عمي، الواحد لازم يكمل نص دينه. أبوكم الله يرحمه كان موصيني أجوز سمير الفتحي وسعاد لعادل وسهير لنبيه، وطبعا وصية المرحوم أخوي لازم تتنفذ، ويوم الخميس الجاي إن شاء الله نقروا فتحتكم على بنات عمكم. مبروك. بقول يا عمي مش ممكن نشوف العرايس؟ هتقوليها؟ الشرع بيقول كده. اخرس يا قليل الحياة، احنا عندنا بنات تنكشف على رجالة. هو احنا رجالة يا عمي؟ احنا اولاد عمهم وحنتجوزهم. لما تتجوزوهم تشوفوهم. الله، وانا مخيمر ولا ايه؟ عبرت متقول ايه يا؟ بقول يعني يا عمي احنا اخر مرة شفناهم يوم المرحومة امهم ما ماتت كانوا قد كده. دي حتى المدرسة خلتهم يسيبوها. طب والله العظيم يا عمي لو اشوفهم دلوقتي ما اعرفهم. طيب اقول لحضرتك حاجه، ممكن نشوف صورهم؟ اخرس يا قليل الحياه، واحنا عندنا بنات تتصور. ما هو مش معقول كمان يا عمي نتجوز كده غميضي. بس كلمه تانية واطخك، يوم الخميس الجاي الفتحه والخطوبه كمان. اتفضلوا. بس يا عمي ما تخرس، قالك يبقى واحده ويطخك دي ها ولا وصلت عمي. دلوقتي راجل هيقول ايه بابا لو عارف ان احنا هربنا؟ احنا ما هربناش، احنا رايحين لخالنا. ربنا يستر. حرامي ولا حرامي ولا حرامي مرسي حق قبري لما كمروش انت غور ونام. السلام عليكم. الله وبركاته. اتفضلوا يا رجال. تشكر. ايه ده، انت جننتي؟ حبيت اثبت لك ان مفيش حد هيقدر يكشف. طمنتي بقى. مرسل مرسل واد يا مرسل مرسل انت يا حرامي حرامي حرامي. اسمع، حد جه ولا خرج وانا مش موجود؟ حد حد زي مين؟ اي حد. اي حد اي حد؟ لا ما حصلش. قبري يلمك. قلت مش ممكن، مستحيل هتجوز. انا مش بقول لك كده عشان تتجوز بنت عمك. لا بنت عمي ولا غيرها، كلهم صنف واحد. هي عشان واحده خمتك وضحكت عليك يبقى كل البنات خاينين؟ طب واضمن منين؟ تقفل عليه زي ما عمك بيقفل على بناته. يا شغلانه. يقفل ايه يقفل؟ مش دي المشكله. المشكله عشان تتجوز لازم تبقى عارف اللي هتتجوزها، اخلاقها، طباعها، شكلها. مش زي شروه البطيخ اللي عمك عايز يشيلها لنا. كل ده مش مهم عندي، المهم عندي الفلوس الفكه. انا حسبها، هي عندها 28 فدان وانا عندي 12 فدان، يبقى احنا الاثنين عندنا كام؟ 40 فدان. ايه وحشين؟ ها
هتبطلوا السيره المهببه دي بقى، قلبتوا دماغي. عمي خير يا عمي؟ مالك؟ بناتي، بنات عمكم. مالهم؟ مش لاقيهم. ليه راحوا فين؟ هربوا. ايه؟ هربوا. لازم تدوروا عليهم، تطلعوهم من تحت طقاطيق الارض. هندور عليهم ازاي؟ هندور على حاجه ما شفناهاش. ما احنا لو بس شفناهم مره واحده من قريب كنا قدرنا. ان كتم لطخك، شرف العيله في ايديكم. قبل ما يطلع النهار عاوزهم قدامي، اما احياء واما اموات. يا عم يا صبتي، انت ما شفتيش رجاله قبل كده؟ هشوفهم فين؟ انت ناسي انك راجل؟ اتخشني شويه. ها ايه اللي بتعمليه ده؟ ما ولا بنات عماتهم ولا اي حته. لفينا البلد حته حته، حتى في الترع في السوائل مفيش فايده. ايه كلمتوا مصر؟ لسه المكالمه ما جاتش، ناولني التليفون يا لسانك. اجراط هطوله 20. ايه يا عم الحكايه؟
الراجل داخل فيا شمال من غير لاحم ولا دستور. انت يا راجل انت اسمعني. اسمعني انت، انت راجل مفتري ما عندكش ذوق، راجل ظالم، راجل قرقوش. انت اللي من حليا. اسمعني اقول لك، البنات وصلوا عندك؟ انت بعتهم؟ اهو كده صلح مخك يا راجل. افهمني، ما تخليش مخك مقفول. انا هسألك، البنات وصلوا؟ لا لسه ما وصلوش. هم قاموا فترة كام؟ قطر ايه وهباب ايه؟ والله ما انت فاهم حاجة. وانت حد يفهم منك حاجة؟ اه ما تلبخش، ما تكترش. المدة خلصت. خلصت خلصت احسن. غور يا شيخ قبري يلمك. ايه يا عمي راحوا لخالهم؟ ولا فهمت حاجة. اسمعوا، تاخدوا بعضيك وتسافروا مصر للجدع المخبول ده. قلت لك رايحين لخان. هو بعيد؟ العنوان معايا اهو. هو الراجل ده فاكرنا ايه؟ سفاحين من شيكاغو؟ لا يسلب الشرف الرفيع من الاذى حتى يراقوا على جوانبه الدم. هو الشرف الرفيع جراله ايه؟ هم هربوا مع حد، اكيد راحوا لخالهم. صح، هربوا بنات وهربوا. صح، نقوم ندور عليهم مش نقتلهم. صح، ما دام هربوا يبقى لازم ينقتلوا. صح، انت كل حاجه عندك صح. ده بقى اللي غلط، دول ما يستاهلوش غير القتل. يا جدع انت مجنون، تقتل ايه وتهبب ايه؟ يبقى ايه الفرق بينك وبين عمك ابو مخ حجري؟ احنا عايزين الاول نفهم ايه اللي حصل. حصل اللي حصل، كل واحد مسؤول عن خطبته بس، وانا لا اسمح لحد يتدخل بيني وبين المجهوله خطبتي. قصدك بينك وبين الفدادين اللي هتورثهم خطبتك. ومن يا عادل يا اخويا، انت من الاول لا انت عايز تتجوز بنت عمك ولا غيرها، محموق ليه؟ شرف العيله، انت مسؤول عن تلت شرف العيله وبس. اسمع بس، انا اللي كشفك، انت مش محموق على شرف العيلة، انت متغاظ من البت اللي خانتك ايام الكلية وعاوز تفش غلك في بنات عمك. هات المسدس. لا ايه ده بالله، وهات المسدس. لا نمر 8 مظبوط. تعال تعال من فضلك. هيا استهاني. تعال من فضلك، الاستاذ راجل ساكن هنا. ساكن ده صاحب العمارة. هو فوق دلوقتي؟ ايوه، الدور الرابع شقة 22 كده. يلا ما تتهدي بقى، خيلتيني. ياه بتمشي يا راجل، هو انت عايزنا اتعثر في الولادة؟ لا اتعثر انا. اتعثر؟ ايه دول؟ فواتير السباك والكهرباء بتوع الشهرين. مش هخلص انا منهم ابدا. لا ولا حاجه. 286 قرش تمن تركيب 37 جلدة حنفية. 287 قرش ليه؟ ركب لهم جلدة اكلاسيه؟ ولا عرفني. هو انا يا راجل بفهم في الجلد؟ وايه دي كمان؟ 893 قرش تصليح 36 سيفون. هو انا كل شهر هصلح السيفونات دي؟ انا هشيل السيفونات دي خالص خالص خالص. تشيلها ازاي؟ ايوه هشيلها، ملهاش لازمه. ملهاش لازمه ازاي؟ هو في حمامات من غير سيفونات يا راجل؟ موضه موضه. وايه دي كمان؟ كهربائي. 14 جنيه و80 قرش تمن شبك حديد لمنع سرقة لمض السلم. 630 قرش تمن لمض للسلم. اهو الراجل ده بقى حرامي. ليه؟ هو مش عامل الشبك علشان اللمض ما تسرقش؟ اه. طيب طالب 630 قرش تمن لمض للسلم ليه؟ ما هي اللمض الاولانية اتسرقت خلاص، قام الراجل فكر في حكاية الشبك دي عشان اللمض الجديدة ما تسرقش. طب هيركب اللمض ازاي بعد ما ركب الشبك؟ هيركبهم بره الشبك؟ لا هيركب اللمض الجديده الاول وبعدين يركب الشبك.
شوفي بقى إيه؟ العمارة دي جابتلي ضغط. أنا هتنازل عنها للسباك والكهربائي. في حد تاني ليه فواتير؟ لا. تبقى حلال عليهم، وأنا بقى هشتغل سباك وأعرف إزاي أخدها منهم. فين الشغالة؟ دي راحت الغورية تجيب المغات وابريق السبوع. والواد فين؟ الواد اسم الله عليك أهو. الكبير. كبير عنده ماتش كورة. ولا كل بس على عيني تقولي لي في الكورة. هيمتهن آخر السنة في الكورة؟ أروح أنا أفتح الكورة. الباب. سويستانا. مين يا سراجة؟ أنا أختي. تعالي 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 يا حبيبي. خش يا حبيبي. سأل إذا كنت وصلت ولا لسه. هو صحيح لسن معاه شوية، إنما هو كويس اللي بعتكوا والسلام. بابا بعتناش يا خالي. إيه؟ ما بعتكوش؟ خالي. ها؟ إحنا اللي جينا لوحدينا. جيتوا؟ جيتوا إزاي؟ أنا أحكي لك. أحكي لك. إيه يا عادل بتفكر في إيه؟ يا أخي أي مشكلة أي مصيبة ضروري يبقى سببها واحدة ست. صح، زي ما دي الشعر اسمه إيه ده؟ شرشيه لفهم. يا شيخة ليه؟ هي الدنيا من غير ستات يبقى ليها طعم. بقى لو كان معانا دلوقتي واحدة ست كنا قعدنا مبلمين كده. صح، كانت القعدة حلوت وما حسناش بالسكة. خصوصا بقى لو كانت ست حلوة رقيقة. تقعد كده تلغيها بعينيك، تسمعها بقلبك، تخلي الدنيا تحلو، تحس انك في عالم تاني كله سحر وجمال. خبر ايه يا مواد؟ ايه في ايه مال؟ مش سامع الكلام اللي عناه بطول ليه؟ حد يتكلم معاك؟ شت تعالى معايا اتكلم معايا يا جدع. انت اختشي عيب، معانا حريم. حريم؟ فين دول؟ هو البيه يبقى حريم؟ ايه اللي هتقوله ده؟ بس 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 خلاص يا سيدي، حقك عليا. يلا بينا نشوف لنا حته ثانيه. يلا يلا عادي. خلاص اتطرقوا. خلاص يا سيدي سايبين لك الحته انت وحريمك. يلا عادل ملوش لزوم، خلينا نوصل على خير. يلا يلا حقك علينا ما تزعلش. اتطرق بعيد ابو حريم. اقعد مليحك ده بقى. حاسب حريم؟ طبعا. تعالى هنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. القطر ملغى بالبوليس. مش معقول. ثلاثة منهم قاعدين في الديوان معايا. الشنطة سبتها، ما قدرتش اخدها. كنا نعمل ايه؟ انا هقعد في حتة تانية وانت تراقبهم من بعيد لبعيد.
هذه ليلتي. عايزين ننام. طول عند خالنا. ايوه طبعا. لا ما يصحش، نروح اللوكاندا الاول نحط الشنط ونغير هدومنا. طبعا. تاكسي تاكسي. اكيد ابوكم هيوصل في اي لحظه، لكن خوف ما تخافوش. ما خافش. ما خافش ازاي؟ ده انا ما عرفتش في حياتي كلها غير الخوف. كل حاجة كانت بتخوف. الشمس لو دخلت الأوضة أخاف ما تخرجش، يجي بابا ويعرف إني فتحت الشباك. كنت بخاف أتكلم. بابا لو اتكلمت معاه كلمتين أخاف أغلط أسكت. كان عندي حاجات كتير عايزة أقولها ونفسي حد يسمعها. أنا حاسة إني ضايعة، ضايعة في بيت كل أبوابه وشبابيكه مقفولة وكل حاجة فيه ممنوعة. كل بنت بتفكر وتحلم باليوم اللي هتتجوز فيه وتعيش مع جوزها. حتى الحلم ده بابا عايز يقضي عليه ويجوزنا ولاد أخوه. أكيد هما زيه. شنطتك دي يا فتحي؟ لا شنطتك دي يا نبيه؟ ابدا. امال ايه اللي جابها هنا؟ الله، اوعى تكون بتاعه صاحبنا اللي كان معانا في الديوان. يا نهار اسود، وهرجعها له ازاي؟ دلوقتي يجي ياخدها وهو عارف احنا فين. لا طب ما تيجي نفتحها يمكن نلاقي فيها حاجه تدلنا على اسمه وعنوانه. لا ما صحش نفتح شنطه حد. الله، امال هنعرف صاحبها ازاي؟ افتحها يا اخي افتحها، يعني هيكون فيها ايه؟ حشيش. دي مسجرة. نعمل زي الحرامية بقى. ما لايقة معاك. يا نهار اسود. ايه في ايه؟ حشيش. حشيش؟ والعمل؟ اني سلمها للبوليس. ايوه، عشان ندخل في سين وجيم ونروح في داهية. طب وهنعمل ايه؟ انا بقول اروح ادفنها في السايق بتاع بلدنا وارجع في اول قطر. يا سلام يا اخي على نبهتك. اسمعوا، واحد فينا يسربها، ده الحل الوحيد، عشان لو اتمسك الاتنين التانيين يتصرفوا. طب خلاص، عليك انت المأمورية دي. لا، ما هو ما تلبسوها ليش وتطلعوا انتم من الموضوع. نعمل قرعة. كله بامية. كله بامية. كله بامية. كله بامية. انت شوف شغلك. امري لله، بس وصيتكم لو اتسجنت تجيبوا لي حلاوه طحينيه وسجاير فرط وكله. بس اتكل على الله انت وتسجن. على اي حال السجن اهون من الجواز، مش ده رايك؟ أي خدمة يا فندم؟ قهوة على الريحة من فضلك. حاضر يا فندم. شك. متشكر، كده كويس، متشكر. القهوة يا فندم. عايز كام؟ 6 ساق و9 مليم يا فندم. خلي الباقي عشانك. متشكر أوي.
خدمة. أهلا محمود بيه. أهلا أهلا أهلا، إزاي صحة كده يا فندم؟ أهلا اتفضل اتفضل. أنا محمود بيه، كنت قاعد هناك بصيت لقيت. بس أنا مش محمود بيه. بقى سيادتك مش محمود بيه؟ لا والله. مع ذلك ما يهمش، اهلا اهلا محمود بيه، اهلا زي الصحة، مشتاقين مشتاقين قوي قوي والله يا فندم، زي الصحة كده. واصل يا فندم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه يا ابني عايز حاجة؟ عايز اعتذر لسيادتك، أرجوك تسامحني، أصل محمود بيه شبه سيادتك الخالي الناطق. السلام عليكم. سلام. يا بيه يا بيه الشنطة. متشكر متشكر قوي. مع السلامة يا محمود بيه. عندكم شنط؟ طبعا كتير. اه عايز شنطه تكون تكون دي. انا قلقان على نبيه، انا خايف لا يكون طب في ايدين البوليس، حاكم ده لخمه ويغرق في شبر ميه، مين عارف يمكن هو اللي يوزعها، ما هو يوضع سره في اهبل خلقه. لما تكونوا محتاسين في مشكلة ومش عارفين تحلوها تبقوا تفوضوني أنا. يا شيخة ليه؟ إحنا خلصنا من شنطة صغيرة، رايح تجيب لنا شنطة كبيرة؟ الخيبانين يسكتوا. إيه ده بقى؟ لا، الشنطة دي بقى إنها محجبة. وبعدين؟ مش عايزة تغوري؟ يا مسهل. شنطته ما الشنط كتير قدامك. سيبوا الباقي على الله وعلينا. يا بيه يا بيه الشنطه بتاعت حضرتك اللي سبتها على الكورنيش. انت معمول لك عمل. انا راجل عندي ضمير. انا هاخد بس حق الديكور. ايه ايه مرات خالي بتولد؟ مرات خالي بتولد ايه؟ بتولد اطلب الدكتور الدكتور الدكتور.
ايوه 4 5 6 7 8 9 10 4 ايه ده؟ سايبيني لوحدي جوه؟ ما تقولش في لها حل. البركه فيك يا شارلوك هولمز. ليه شارلوك هولمز كان جاي قدام انت وهي؟ طيب ما تقوليش كده. في المستشفى؟ طب كلمي وحياتك قولي الاستاذ رجب بيولد. لا لا قصدي حرم الاستاذ رجب بيولد. ايوه شكرا استاذ. الباب الباب الباب. السلام عليكم. استنى اتفضل. اهلا 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 الباب. كرم مبارك ان شاء الله. كرم مين يا استاذ؟ دي الست بتولد. بتولد؟ اي نعم. وكيف تأتى هذا؟ انه تأتى وحصل. واسفاه، لابد ان اخطانا. هو كذلك، مع الف سلامة. مع الف سلامة. اهلا 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 اهلا. الدكتور بسرعة. هو خش قولي قولي. اهلا اهلا اهلا. لا مؤاخذة بس اكلم الدكتور. اقعد. الدكتور الدكتور. الباب الباب الباب. اهلا وسهلا. انت ايه خش يا ست بتولد؟ بتولد بتولد التليفون. الو ايوه يا بيومي. ايه الشقه يا سيدي؟ دلوقتي شقه مش فاضي ورايا اولاد. قصدي الست بتولد. الست بتولد. اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الباب الباب مجنني عن اذنك. وبعدين ما قلنا مش عايزين. مين الدكتور؟ نهارك سعيد. ولد ولد ولد. بنت ولد بنت كله كويس. اهلا 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 اهلا. نسيت ان انا سلمت عليكم. الف مبروك يا استاذ رجب. الله يبارك فيك يا ابني. ادوني سجاره. الباب قطع نفسي خالص. معلش. شكرا قوي. تعالي هنا. المصيبه دي ما تستحملش التمشيه. قلنا هنتصرف ازاي يا جلابه المصايب؟ اهم حاجه انهم شافونا وما عرفوناش. على العموم احنا مش هنقدر نتصرف لما نشوف خالنا هيعمل ايه. وعلى كل يعني هم من مصلحتهم انهم يتجوزونا. يا سلام، فاكر روح رشدي اباظه. مش حكايه جواز، حكايه اننا نلاقيهم علشان يتربوا. يا ولا فتوه قوي حضرتهم. على العموم اذا كانوا فكروا انهم يجوا لي يبقوا هيجوني، واذا ما جوش من هنا لحد الليل يبقى نشوف لنا موضوع تاني. اتفضل يا استاذ رجب. النونو عايزك. النونو عايزني. النونو عايزني. طيب نستاذن احنا بقى ونفوت على حضرتك وقت تاني. لا مش ما يصحش كده ابدا. معلش الظروف مش مناسبه. طب مش هتقعدوا معانا لحد الغدا؟ صح صح نتغدى نتغدى. وماله مش عيب. خليها على العشاء. ومنه عشاء ومنه نفكر في حل للموضوع. كده؟ طيب ارسلونا شرفتونا. اتفضلوا. الف تفضلوا. مبروك وحضرنا على سلامه الست. اهلا وسهلا. شرفتونا. طيب اهلا وسهلا. اتفضلوا. انا مستنيكم على العشاء ان شاء الله. مستنيكم على العشاء. انا مستنيكم على العشاء ان شاء الله. على العشاء. جايين وطبعا ناويين على نيه وحشه. وايه امكم؟ احنا دلوقتي نخش في الجنه. هم شافوا سعاد وما عرفوهاش. ولما سالوني قلت لهم دي بنتي. يعني انتم من دلوقتي بناتي وانا ابوكم. ريري وجيجي وبلبله وانا ابقى ابوكم. خلاص خلاص اتفقنا. صح. بس اوعى حد فيكم يغلط ويقول يا خالي. اوعوا. مش معقول. تقولوا بابي. تقولوا ايه؟ خالي. بابي. يا ام ابوك زينخ. بابي. هتقولوا ايه؟ بابي. كمان مره بابي. لحد كده كويس. خالي. تعالى يا حبيبي تعالى. تعالى اما اخش نشوف النونو. تعالوا انا هجيب المفتاح.
مرتاح. طيب. مش ده حرام السيمة؟ أنا راخر بشبه عليه. هو أنت؟ دوختنا وراك. تعال خد شنطتك. يا سيدي تشكر، ما هي في بيتها. قصدك في الكندتها. ايه ده؟ حرامي؟ حرامي حرامي هنا ليه؟ التلاتة شاي هنا ب 99 قرش، وشاي مايز ملوش طعم، على القهوة، التلاتة شاي بأربعة صاغ ونص، وزي الحبر. ألو، من فضلك يا مدموزيل، تلاتة شاي كومبليه في أوضة 18. بتعمل إيه يا طايش؟ يا أخي الكتم بقى، هتقعد تزن على الشاي اللي هنشربه؟ أنا مسؤول عن المصاريف، ولا يمكن أسمع بالبعثقة دي؟ مش كفاية أكبر مسؤول علينا ننزل في الكوندا غالية؟ طب قسماً بالله العظيم. استنى بس أما أفهمك، أعقل. أعقل إيه؟ هو أنا بقى فيا عقل؟ طب سيبه يا فتحي نشوف هيعمل إيه. يا بيه ربنا يخليك تلغي الشاي عشان اعرف اكلمك. ادخل. مساء الخير. مساء النور. عرفت ليه الشاي ب 99 قرش؟ الحساب كام من فضلك؟ فيش حساب. والله ايه عزومه وعاملين ستر متشكرين قوي يعني. العفو، اتفضل امشي. ايه فاتوره؟ تندفع على حساب اللي كان اخي. اي خدمه؟ لا متشكرين قوي، كفايه بقى، مع السلامه. ما تستني تاخدي معانا فنجان شاي. طيب بسكويته؟ طب اي حاجه؟ فتحي نبيه. ايه 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 مالك في ايه؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ هما
العوانس قريب ده. يلا بينا. يلا فين؟ استنى بس انت وهو. استنى تاني لغايه لما يهربوا تاني. يلا بينا. الشاش ال 99 قرش. ساكنين فين؟ عند طنط توتة. طنط توتة؟ ودي تبقى فين بقى؟ يا طنط توتة! لا مؤاخذة يا مدموزيل، لو سمحت بس تساعديني نعرف البنت دي بتقول ايه؟ أصلها تايهة. بس يا حبيبتي بس بس. اسمك ايه يا شاطرة؟ اسمي دينا. انا عايزة بيتكم فين يا حبيبتي؟ ماما عند دم دي تقول انا عايزة ماما. ما تخافيش، قولي لطنط شوفي طنط حلوة ازاي ودمها خفيف. ايه ده يا استاذ؟ ده بس علشان البنت تطمن، اصلها خايفة قوي. قولي لأبلة انتوا ساكنين فين؟ تحبي أبلة تحكي لك حكاية؟ ولا اقول لك تيجي ناخد أبلة ونروح نقعد في كازينو وتحكي لك حكاية الثعلب؟ دينا هنا. دينا 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 دينا، كنت فين يا حبيبتي؟ يا فندم احنا متشكرين. اوعى تكون مش بنتكم. لا بنتنا طبعا. بل عوضك يا حبيبتي. متشكرين يا فندم. بل عوضك استاذ. خلاص اللعبه خلصت، مع السلامه.
الله يسلمك. تصدقي بالله انا نازل النهارده من بيتنا وناوي اقتل واحده عايزين يجوزوها لي بالعافيه، لكن شوف الصدف. صحيح كل شيء اسمه ونصيب. استاذ حضرتك ماشي منين؟ انا من هنا كده. طب فرصه سعيده قوي. سلام عليكم. تاكسي. عندك حق، التاكسي وصلنا اسرع. بلاش مالكيش في الطيب نصيب. انت بتحسب ايه؟ بعمل كشف المصاريف. على فكره ده الميزانيه خرمت قوي. الكرنطه دي غاليه كده ليه؟ انت طول النهار ما وراكش شغلانه غير الميزانيه. هات 10 جنيه. 10 يا اخويا؟ انت جرب نفوخك حاجه؟ احنا دلوقتي مش في مهمه رسميه. يبقى لينا بدل سفر. هات 10 جنيه. ده كان عمك يذبحني. يكون احسن. هات 10 جنيه. انت ساكت كده ليه؟ ما تتكلم. هتعمل فيها ايه؟ نعم انتوا هتتفقوا عليا. ما هو يا تجيبوا 10 جنيه يا سيبكوا واسافر. لا ولا ايه؟ اديله. فات اخوان. فات. ادي 5 وادي 10. طب هكتب قدامها ايه؟ اكتب اللي تكتبه مش شغلي. 11 جنيه صرفت بمعرفة فتحي أبو حجر بدون تقديم مستندات. هنقسم؟ 12 جنيه هنقسم. 18 جنيه ضاعت مننا. هايلة هايلة. حمد يا معلم. يلا. قولي يا بابا. هدي نفسك، كل حاجة بالخناق إلا الجواز بالاتفاق. لا يمكن، أنا اديت كلمة ولا يمكن أرجع في كلامي. هتتجوزه أنا هتتجوزه. يا بابا بتحبوش ما تعرفوش، ثم إن بيومي شكله مش ولا بد. لا بيومي شكله مش ولا بد. طيب هذه صورته هي أيام ما كان في كشافة، إيه رأيكم؟ زي القمر. أنا مش عاجبها. إيه الحكاية بس؟ إيه الحكاية؟ قال يا سيدي بنت الصغيرة جالها عريس. كويس. أنا موافق عنه شخصيا. هو صحيح شكله يعني عبيط شويه، انما مصيره اتنفح. حضرتها مش موافقه. ما هو يا استاذ رجب ما يصحش برضه تجوزها لواحد عبيط، ويكون احسن لو تسيب بنت حضرتك هي اللي تختار العريس. اونكل. نعم. هي مين اللي هيتجوز، انت ولا هي؟ انا شخصيا متجوز. خلاص يبقى هي اللي تختار. انت رايك كده؟ طبعا. طب انت رايك ايه كمان؟ انا هحب الاغلبيه، عايز اغلبيه. متهيألي كده برضه. يعني اغلبيه. اغلبيه ما دام في اغلبيه انا موافق. متشكره قوي. أهلا. تسمح لي يا أستاذ رجب بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أقدم لسيادتك الهدية دي علشان النون الصغير. هي صحيح مش قد المقام، لكن يعني ما لكنش أنتوا مش غرب، ومع ذلك خليها معاك لحد ما تشوفه بنفسك. هو هيعجبك قوي. مش سمسم. مش هلفت. اتفضلوا معايا. اتفضلوا. أهلا. بزي 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 بزي. يا قمر. بس يا بابا شوف احنا بقينا حلوين ازاي. يا اختي جميله لامك. يا اختي جميله. تعالي تعالي يا فرافيرو. انتوا سميتوه فرافيرو؟ لا طبعا، احنا سميناه فتحي على اسمك. سيبك العافيه. تسمحي لي اشيله شويه؟ العشاء. العشاء؟ طب وعاملين تكليف ليه؟ يا جدع انت فضحنا في كل حته، ده مش عشاننا. الحمد لله على السلامه يا مدام. كل سنه وانت طيبه يا مدام. مع السلامه. اتفضلوا. مع السلامه. وبالطريقه دي هيتاكدوا 100% ان الستات اللي شافوهم قدام اللوكاندا يبقوا احنا، وتبعد الشبهه عننا لغايه ما حضرتك تلاقي حل. طب روح حضر عشاء بسرعه. روح روح. الا الا انتوا متاكدين ان البنات اللي شفتوهم قدام اللوكاندا يبقوا بنات عمكم؟ ايه طبعا، هو في بنات يلبسوا كده في الدنيا كلها الا بنات عمي. انا متاكد ان احنا هنقبض عليهم في ظرف 48 ساعه. بقول ايه؟ ايوه. انا عايز ابعت تلغراف لعمي بس مش عارف اقول له ايه. اقول انا؟ ايه؟ العشاء جاي. العشاء. العشاء جاي. اتفضلوا 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 اتفضلوا. العشاء جاي. اتفضلوا. الاكل جاهز قوي. مش اكل لو كان ب 10% خدمه. فريش. طبعا. اتفضلوا. اهلا اهلا اهلا. تصدق بالله يا انكل؟ لا اله الا الله.
بيدفعوني فلوس زي الرز وبنقوم ميتين من الجوع في اللوكاندا. ومش غير دي حكايه اللوكاندا دي اللي حكايه 10% خدمه وهي عيشه اللوكاندا دي عيشه. صحيح يا لوكاندا مريحه وشيك، لكن لما الواحد يعيش في بيته مع واحده بتحبه ويحبها توكله ويوكلها يحس بنعمه الحياه. طب وما اتجوزتش بنت عمك ليه وكونت اسره؟ على فكره هي خطيبتك اسمها ايه؟ هي لسه مش خطيبتي، ثم دي هربت عشان ما تتجوزنيش. لكن ما قلتلناش هي اسمها ايه؟ سميره. هي شكلها ايه؟ هيكون شكلها ايه؟ كعويره ملفوفه في حاجه سودا. يا خبر، سامحني اصل شرقت. لا لا ابدا ما حصلش حاجه. الله، ده انت متعور بسبب اللي عاوزين قطع رقبتهم. لكن هم هيروحوا مني فين؟ نبيه، يا خطيبتك اسمها ايه؟ في الوصيه ماي اسمها سهير. لكن ان كان علي انا ما يهمنيش اي واحده فيهم. الواحد يجوزها رفيعه تدخن، يجوزها بيضه تسمر، سمرة تبيض، يجوزها عقله تتجنن، اي واحده كلهن سواء. يعني مش هتحب اللي هتتجوزها؟ ضروري هحبها، بس هي فين؟ مش لما الاقيها احبها غيبا؟ عمي نفهمه اللي حصل. انا بقول ايه؟ نعم. بقول بدل ما تقولوا له انهم مش عندي والراجل يحصل له ضغط، قولوا له انكم لقيتوني انا مسافر وجاي بعد بكره. طب وافرض ما جوش بعد بكره؟ لا، بنات اختي عمرهم ما يكسبوا عليا. يا سلام. طيب سلام. نستأذن احنا بقى عشان نلحق نعمل تليفون لعمي او نبعت له تلغرام. مع الف سلامة. مع الف سلامة. شاكرين يا عم. مع الف سلامة يا ابني. مع السلامة يا اولادي. مع السلامة. مع السلامة. ابو العريس، ابو العريس، وام العروسه، ام العروسه، والقرايب، القرايب، والحبايب، والحبايب، وانا وانت، وانا وانت.
ببلاش. ضروري اكل وشرب وكله. امال فين نبيه؟ تلاقيه بيدور على حته ياكل فيها. علشان لا تقعد على قهوة ولا تدفع لنا فنجان قهوة وتنمي المغرب يا ولدان زي الأطفال وحسرتان إذا شفتي بنام تلاقيها جواه زي الحاكم بأمر الله خلي الدنيا حواليا علشانك سحر وحنية وحخلي الدنيا حواليا علشانك سحر وحنية واحميك بحياتي وحوش عنك لو حد يرشك المية اسفين اسفين متأسفين مبروك 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 والمطر يا حلوة يا سينا يا بوش شفت يا ده نبيه الستات اللي كانوا في الفرح حاجة تهبل والله العروسة صدق بالله لو الفرح اتعمل في بلدنا كان يبقى الدم للركب ركب ايه ده يمكن فوق الركبة بشبر مني دم. ايه رايك عادل لما ان شاء الله كده نلاقي بنات عمك نعمل لك فرح زي ده في البلد؟ وحياة ابوك تسكت انا دماغي هتفرقع. يا خبر ده انت متعور. مش كانت بتقول لك كده؟ انت اصلك فيها ايه؟ طب بجد بقى البت معجبه بيك. هي صحيح مسترجله شويه انما لاقيين لبعض. ايه رايك فيها؟ زيها زي اي واحده غيرها.
كلهم صنف واحد. ما تبطلوا عقد بقى. عادل ده عامل زي الديك الرومي المنفوش. دول يستاهلوا الذبح. الذبح بعد الشر. ايه؟ بعد الشر عليهم كلهم. ما فضلش غير الراجل ابو مخ حجري ده. بس ده لو عرف هيقلبها دنطره. طيب افهمه ازاي؟ اعقله ازاي؟ الين نفوخه ازاي؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ بتغذى مش نفسه. دي 10 فرخه تاكليها. مش والده. والده؟ واخد الواد موديه فين؟ احسن تاكليه اخر. ما تدفي النور بقى خلينا ننام. الله. القاهرة بسلام. المهمة تسير بنجاح. سنوافيك بالأخبار تباعا. اطمئن. اطمن. اطمن كيف؟ انت هتكلمنا يا حاج؟ جبر يلمك. انا اطب عليهم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك؟ اهلا وسهلا. ايه يا غدا؟ السلام عليكم يا مجد بيه. بقوا مش هنا. اتفضلوا في الصالون. اتفضل. اتفضلوا. اتفضلوا. بقول لحضرتك ايه يا مجد بيه؟
اختك فين؟ جوه. ليه انت عاوزها؟ يعني نسلم عليها. ايه اللي بتعمله ده؟ نسلم عليها وتعمل لنا كوباية شاي نوفر بيها 99 قرش. ده اللي عاوزه. انت بتقول عاوزها؟ يا حبيبي انت فهمت غلط. هات الشوكولاتاية. خد يا حبيبتي. الباب الباب الباب. هو بيعمل كده ليه؟ طلع لابوك. بابا. يا حبيبتي. تاديو. اهلا 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 اهلا. وحشتني يا ابني. وانت كمان يا رب. انا جبت لك معايا هديه. انما ايه؟ عارفه اللي احنا عايشينهم من امبارح؟ مالهم؟ سالوا عليكي. صحيح؟ او النبي. حلو ده القمر. بصي 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 يا حبيبتي. ايه والنبي جبت لك ايه؟ انا بصي. حلوه؟ حلوه قوي. حلوه قوي يا حبيبتي. عقبال يا رب ما اجيب لكم كده نهار عواطفكم. اهلا يا روحي يا اختي عليكم. والنبي من ساعه ما جيتوا البيت وانتم مليتوه عليا فرح وسعاده وشوكولاته وكياس. يلا يا ولاد يلا يا ولاد لكم فسحه. قوموا قوموا. مع ولاد عمكم. يلا تفتحوا شوفوا. ايه ولاد عمكم هياكلوكم. يلا 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 شوفوا. يلا يلا يا ولاد. نعم. بقول ايه؟ ايه؟ انا نفسي في الدوم. هتعمل ايه؟ انت لسه هتتوحمي تاني. سلامة يا لهوي. مش عايزة. خايفة؟ اول مرة اركب حصان. ما تخافيش. هاتي ايدي. نبيه انا خايفة. خايفة من ايه بس؟ ما انا راكب زيك اهو سايب ايديا. اطلع يا اسطى على شبرا. يلا يا اخ. يلا. خايفة؟ اوبا اوبا. بتتكلميش ليه؟ هقول ايه؟ اللي بتقوله هو اللي طول عمري عايز اسمعه وبفكر فيه. يا ريت بابا يقدر يفهم. انا فاهم كل حاجه. انا هروح حالا لعمي واقول له. تقول له ايه؟ اقول له انه ما اقدرش اعيش من غيرك وانك الدنيا بتاعتي. مساء الخير. بنمسي يا جميل. اقدم لك نفسي. ابراهيم مهدي. اهلا وسهلا. ايه في ايه؟
ماله ده؟ انت عايز ايه؟ ها؟ لا 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 تبت 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 والله تبت والله تبت. تهبط بقى عشان نتفاهم. كلمة واحدة مفيش غيرها، البنات هربوا ولازم ينقتلوا. البنات سافروا عشان يجوا لخالهم. ولا جوش. لا جم. مادام باتوا بره يبقى لازم ينقتلوا. البنات عندي من ساعة ما وصلوا. فينهم؟ عندي بس مش هتشوفهم إلا إذا جيت. ماني هادي. طيب وكل ما نيجي نلاقيه معطل معطل المصعد معطل. عمك وصل. اسمع ولا يهمك، انا هخش له واقول له كل اللي في نفسي. هو يعني هياكلنا؟ لازم نواجهه بالحقيقه. اخواني ايه؟ سيبوني انا عليه. حلو، وريني هتعمل ايه. اتفضل حاسس ضرب الجرس. احنا بنشتغل عندك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا ولد خلافس الثلاثة. الحمد لله بالسلامة يا عمي. تعالى كمان. مش معقول. الله الله، انت رجال انتوا. روى يا حاج بالهداوه بالهداوه. شوف يا عمي، احنا بصراحه جايين نطلب من الاستاذ. استنى، ما حدش منكم يتكلم. عمكم كبير العيله ورايه محترم، وانا متاكد ان طلباته في صالح الجميع. طلباتك ايه يا حاج؟ يتجوزوا بنات عمهم. خلاص هم موافقين. موافقين ايه بس يا عم؟ ولد انتوا فاكرني مخيبر؟ اخواني ان ظهري لمك انت واخوانك. استنوا بس لما تشوفوهم. عندك؟ انا ما عنديش بنات تنكشف على حد. نظره واحده بس الشرع قال كده. قلتوا ايه؟ عندك خالي المأذون اولا.